فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. التشكيلة الاساسية لاول ظهور له في احداث هذه البطولة وتسديدة بعيدة تماما، تسديدة بعيدة تماما في هذا التوقيت، والمنتخب المصري بجماهيره سهر صباحي خلاص الصافرة تنطلق، والمنتخب المصري في طوكيو 2020، المنتخب المصري بثلاثية في شباك جنوب أفريقيا يأتي بالثأر على نفس الملعب على نفس الأرضية أمام منتخب جنوب أفريقيا، ولكن للناشئين فرحة كبيرة للمنتخب المصري، فرحة كبيرة لمصر ككل على أداء ونتيجة، ومنتخب يحترم بكل ما تحمله قيمة من هذه الكلمة. لقاء للمنتخب المصري سوف يخلد كثيرا 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 في تاريخ الكرة المصرية. بين قوسين ما ننساش ان البطولة ليها تكملة، القصة ما خلصتش، اللقب افريقي وان شاء الله اللقب مصري. احمد فؤاد وضيوفك الكرام، الف مبروك التأهل لطوكيو 2020، لكم الكلمة ولكن بعد هذا الفاصل. باستاد القاهرة الدولي بتأهل منتخب مصر تحت 23 عام للأولمبيات القادمة في طوكيو، وللمرة 12 في تاريخ الكرة المصرية، وهو رقم قياسي في إفريقيا أن يصل منتخب إلى الأولمبيات 12 مرة. أفضل نتيجة كانت تحققها وحققها المنتخب المصري لكرة القدم في تاريخه مرتين في بطولة الألعاب الأولمبية بأمستردام 24 وأيضا بطوكيو 1964. إذن طوكيو قد تكون وجه الخير دائما على الكرة المصرية. مبروك للشعب المصري، مبروك للجمهور المصري هذا الانتصار الكبير. أخيرا هذا العام الصعب في الكرة المصرية، منتخب 23 عام يحقق الإنجاز ويصنع الفرحة ويصنع السعادة للكرة المصرية ويتأهل إلى الأولمبياد في طوكيو بعد طبعا غياب سنوات طويلة، 7 سنوات تقريبا منذ آخر أولمبياد عام 2012 بقيادة كابتن هاني رمزي والجيل العظيم لمحمد صلاح. اليوم كابتن شوقي غريب يحقق رقم جديد له ويصل إلى الأولمبياد كلاعب عام 84 وكمدرب في عام 2020. مبروك للكابتن شوقي غريب وجهازه الفني، مبروك طبعا لكابتن ونجم الكرة المصرية معنا كابتن هاتم فاروق، مبروك اليوم إنجاز كبير أخيرا في عام 2019، اليوم الصعب والعام الصعب على الكرة المصرية، هذا المنتخب يحقق الابتسامة للشعب المصري. الحمد لله، طبعا مبروك لأبطال دول، مبروك للجهاز الفني، مبروك للجمهور العظيم اللي ملا استاد القاهرة وعمل رقم قياسي النهاردة في أكتر مباراة يحضرها جمهور على مستوى 23 عام. مبروك للشعب المصري لأنه استحق هذه الفرحة. الحقيقة انتصار مهم جدا في وقت حساس، لأن الكل الحقيقة حزين من النتائج والعروض المخيبة للأمال نوعا ما من المنتخب الأول، سواء في أمم أفريقيا الماضية أو في التصفيات الحالية. ودي لقطة جميلة جدا، بشكر ربنا وبحمده على هذا التأهل، وأعتقد الجميع تعب والجميع اجتهد، والحمد لله ربنا وفقهم في النهاية وقدروا يوصلوا لأولمبياد طوكيو الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إن شاء الله اللعب على كأس البطولة أمام منتخب كوت ديفوار بإذن الله. مبروك كابتن هيثم. كابتن محمدي، أنت تفائلت وكنت متوقع الإنجاز وتأهل المنتخب المصري، وهذا الجمهور العظيم هو اللاعب رقم واحد في هذه المباراة، هو الدافع الأساسي للمنتخب المصري في انتصار اليوم العظيم والوصول إلى الأولمبياد. صحيح، والحقيقة سعيد وتهاني لكم جميعا ولمئة مليون مصري. بارك الله فيك. الشوط الثاني المنتخب استحق هذا التأهل عن جدار واستحقاق المباراة. في الشوط الثاني كانت مثالية جدا، وفي الحقيقة سعيد كذلك الجهاز الفني المحلي لأبناء مصر، في الحقيقة مصر تحقق دائما نتائج عظيمة بأبنائها. في الحقيقة أعتقد أنه ربما ما بعد السنة الماضية ما بعد كأس أفريقيا هناك موجة اكتئاب، ربما إحباط أصابت الجمهور الرياضي. في الحقيقة هذا المنتخب ربما عاد السلام والتصالح مع الجماهير، عاد نوع من الهيبة للمنتخبات المصرية، جاء في توقيت صعب، اللاعبين كانوا تحت ضغوطات كبيرة، كانت هناك حالة من الشك ربما في اللاعبين في الجهاز الفني، لكن أثبتوا في الحقيقة جدارتهم، وهذه فرصة كذلك عظيمة لأن يحققوا اللقب لما لا بعد أيام قليلة. إذن منتخب مصر يتأهل لمنافسات كرة القدم في الأولمبياد للمرة 12 في تاريخه، وهذا رقم قياسي في على مستوى إفريقيا. أفضل نتيجة لمصر في مشاركتها السابقة كانت في بطولتي طوكيو 1964 وأمستردام 1928، وإن شاء الله تكون أيضا طوكيو وجه الخير على الكرة المصرية. منتخب مصر حقق الرابع في هاتين المشاركتين 28 و64، ونتمنى إن شاء الله بهذا المستوى كابتن هيثم أن تكون المشاركة القادمة في طوكيو أيضا وجه الخير، والمنتخب المصري حقق ميدالية، ربما لا يعني ولما لا.
أكيد هيكون الإعداد مناسب لهذا الحدث الكبير. أولمبياد طوكيو هتنطلق في 23 يوليو القادم وهتنتهي في 9 أغسطس. لسه طبعا هنشوف القرعة وما تصفر عنه مجموعة مصر إيه، يعني بنتكلم في 8 شهور. اللعبة دي أساسية في أنديتها، نتمنى أن جدول الدوري يكون معد إعداد كويس. أندية اللعبة برضو بتلعب مع أندية مشاركة في البطولات الإفريقية، هيكون في احتكاك قوي، ونتمنى يكون الإعداد مناسب ويلائم هذه البطولة الكبرى. كلمتك ما بين شوطين المباراة، قلت لك منتخب جنوب أفريقيا هو الأفضل تكتيكيا، ولكن مش شرط أن تكون أفضل تكسب، ممكن تكون الأقل وتفوز، ولكن بشروط. الشروط تحققت في الشوط الثاني، رغم ان كابتن غريب عمل تغييرات متاخر ومعظمها كان هدف منها اضاعه الوقت تقريبا تبديلات لم تجميد الموقف، تجميد مش تغييرات فنيه، مش بغير تكتيك ولا بغير الوقت، تجميد الموقف او اضاعه الوقت او اشراك بعض اللاعبين اللي ما اشتركوش. ولكن ايه اللي اتغير؟ اتغير الفكر بتاع اللعيبه. منتخب مصر اثبت اليوم ان هو منتخب يبدع عندما، خلي بالك من كلمه حولها، يهاجم وليس يهاجم. طب نرى الهدف ثم نعود بالضبط. طيب نذكر مشاهدينا باهداف هذه المباراه الثلاث، مشاهدينا والشوط الثاني المتغير تماما للمنتخب المصري والتفوق الكبير كان في الشوط الثاني، وكما قال كابتن هيثم فاروق المنتخب المصري يبدع عندما يهاجم. الهدف الاول جاء في طبعا دقائق الشوط الاول في الدقائق 59 من ضربه الجزاء، استطاع اللاعب رمضان صبحي بكل ثقه وبكل هدوء اعصاب ان يسجل الهدف الاول من ضربه الجزاء في الدقيقه 59، وفي الدقيقه 84 استطاع ايضا نجم المباراه تقريبا عبد الرحمن مجدي لاعب نادي الاسماعيلي ان يسجل هدف ولا اروع من خطا دفاع ايضا من لاعب ومدافع جنوب افريقيا، ولكن استطاع عبد الرحمن مجدي ان يسجل الهدف الثاني في الدقيقه 84 هدف ولا اروع ليطمئن طبعا الجمهور المصري على التاهل بمشيئه الله. واستمر الاداء المتميز للمنتخب المصري في اللحظات الاخيره، وفي الدقيقه 88 استطاع ايضا اللاعب عبد الرحمن مجدي ان يسجل الهدف الثاني ليحقق المنتخب المصري نتيجه كبيره وثقيله. طبعا خطا كبير من حارس مرمى منتخب جنوب افريقيا، لكن التفوق كان للمنتخب المصري بشكل كبير وانتصار كبير بثلاثيه نظيفه والتاهل الى نهائي البطوله الافريقيه تحت 23 عام لاول مره في تاريخ المنتخب المصري وايضا في تاريخ منتخب كوت ديفوار. المباراه بمشيئه الله يوم الجمعه القادم عند الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وستكون بالطبع حصريا على قنوات بي ان سبورتس اتش دي 10. ايضا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وهي مباراة مهمة للغاية بين جنوب افريقيا وغانا، المباراة ايضا يوم الجمعة 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة على اتش دي 10، ومباراة طبعا ستحدد ايضا البطاقة الثالثة الى الاولمبياد جنوب افريقيا ام غانا طبعا برفقة مصر وكوت ديفوار. سريعا الى مراسلنا في ارض الملعب الزميل العزيز عمرو فهمي، معه طبعا صانع الفرحه الكبيره للمنتخب المصري مدرب المنتخب المصري كابتن شوقي غريب. عمرو تفضل اليك الكلمه. اذا بعد هذه الفرحه العارمه التي لا توصف، معنا هنا صانع هذا الانجاز الكابتن شوقي غريب. كابتن شوقي الف مبروك، فرحت مصر كلها. دي الاول بنقدمها هديه للشعب المصري، شعب الجميل اللي النهارده لاول مره مباراة تحت 23 سنة يبقى فيها 80,000 متفرج. تعبنا وتوفقنا وربنا ادانا، ادانا عشان احنا تعبنا. كابتن شوقي يعني فريق عنده شخصية، لا يمكن يكون ده 23 سنة ما شاء الله نمسك الخشب، بنتأخر في النتيجة وبنرجع نكسب مرة تانية، النهاردة كسبانين ماتش التأهل 3-0 ونتيجة عريضة، والنهاردة كنا بادين بحذر شوية في الشوط الثاني منتخب مصر متوحش، قلت لهم ايه بين الشوطين؟ ده اللي انا قلته، ده اللي انا قلته، قلت كل مباراه لها طريق لعب واسلوب لعب، وده اقوى دفاع جنوب افريقيا اقوى دفاع في البطوله، لكن الحمد لله بين الشوطين انا قلت حاجه واحده بس، الجمهور ده ما شفناهوش في مصر الا في 2006، لو هنموت هنروح طوكيو، واللي مش قادر يقعد. دي كانت كلمتي، وعدلت بعض الحاجات في الاداء والشكل بتاع دخول رمضان لجوه وعبد الرحمن، الاثنين بدل ما يلعبوا على الخطوط يشتغلوا من القلب مع مصطفى، والحمد لله الحمد لله اللي عملناه وذاكرناه كويس جاب نتيجته النهارده. كابتن يعني انت واجهت شويه حرب في الصحافه احيانا اول ما توليت المسؤوليه، لكن النهارده بالعلامه الكامله بامتياز شوقي غريب ياخد مصر الاولمبياد طوكيو، حاسس النهارده انك رديت على كل لا 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 ولا اي حاجه، اي حد عايز يقول اي حاجه واي حد يتكلم فوق دماغي،
كويس باخده ليا استفاد منه، واللي مش كويس خلاص هو ده رايي الشخصي. انا ما المواضيع دي كلها ولا تلزمني في اي حاجه، اهم حاجه مبروك للشعب المصري كله، ومبروك لبلدنا، ومبروك لجمهور الكره الحلو وجمهورنا الجميل. والناس جت عايزه تفرح، فرحت عشان كان في فرقه وتيم بتقاتل عشان مصر. اخر حاجه طوكيو 64 وصلنا وخدنا مركز رابع، عايزين ميداليه المره دي زي البرونزيه بتاعتك بتاعت 2001. انا عامل برنامج ومقدمه، وكان املي كبير هنوصل، ولو تنفذ صدقني انا جبت ميداليه في الارجنتين، وباذن الله باذن الله اكررها لبلدنا باذن الله باذن الله. مبروك يا كابتن، اسعدت كل العرب. انتوا المتشكرين جدا ومتشكرين تحقيق. اذا كان هذا الكابتن شوقي غريب صانع هذا الانجاز، عوده اليكم. زميل عمرو فهمي نشكرك طبعا على هذا الحوار مع صانع الفرحه الكابتن شوقي غريب، المدرب او المدير الفني للمنتخب المصري، والذي يدخل التاريخ بعد هذا الانجاز كلاعب وصل الى اولمبياد طبعا 1984 في لوس انجلوس، والان يصل الى طوكيو 2020 كمدرب. انجاز كبير للكابتن شوقي غريب. لكن اعود الى محمد في كلمه سريعه، انت قلت تحسن الاداء للمنتخب المصري في الشوط الثاني، وايضا هناك كان يعني خلل في اداء منتخب جنوب افريقيا في الشوط الثاني. أن يفك طلاسم الدفاع الحديدي طوال ثلاث مباريات في دوري المجموعات. تمام، أجاب شوقي غريب على هذه المسألة، وهذا ما تحدثنا عنه في بداية المباراة، أنه يجب على رمضان صبحي نيمي دائما العمق لتوفيق خيارات. يعني وجود رمضان صبحي في العمق وفر للفريق قدرة أكثر على الذهاب إلى العمق، وكذلك أعطى الفريق قدرة أكثر على الذهاب إلى عرض الملعب عند تقدم أحمد بن فتوح أو كريم عراقي. لكن أعتقد أنه ذهنيا اللاعبين احس بنوع من الشجاعه، بنوع من الثقه اكثر، عاده الحاله البدنيه مرتبطه دائما بالحاله الذهنيه النفسيه وليس العكس، لذلك عندما سجلوا هدف عرض الملعب عند تقدم احمد بن فتوح او كريم عراقي. لكن اعتقد انه ذهنيا اللاعبين احس بنوع من الشجاعه، بنوع من الثقه اكثر، عاده الحاله البدنيه مرتبطه دائما بالحاله الذهنيه النفسيه وليس العكس، لذلك عندما سجلوا هدف في هذا التوقيت المناسب غير شكل المنتخب قلت في الاستراحه ان ممكن يحدث تغيير، والتغيير كان في ارضيه الملعب والتغيير كان في اداء اللاعبين، والتغيير كان في توظيف اللاعبين. كان رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي فاتحين على الخط عاملين ستريتشنج الملعب في الشوط الاول، اذا هو تغيير حدث. لكن بالعوده بقى لاحداث المباراه عشان نتكلم بصراحه، مبروك لمصر الحمد لله تاهلنا، ولكن الهدف الاول انا في وجهه نظري مش ضربه جزاء، لان الكوره من بره البوكس. احنا نقول لينا ولا علينا الحمد لله تاهلنا، ولكن واضح من لمسه اليد انها بره. انا معاك انها لمسه يد، لان المدافع فتح ايده في لكن من خارج منطقه الجزاء ياخد حيز اكبر لجسمه، ولكن من خارج منطقه الجزاء. وفي نفس الوقت في بينالتي لمنتخب جنوب افريقيا من بره، واضحه ومش عايزه نقاش، مش عايزه نقاش خارج. خارج يعني هي ليست ضربه جزاء من خارج طبعا، لمسه يد. ولكن يحسب منتخب جنوب افريقيا ان هو لعب وما اعترضش وامتثل لقرار الحكم. الكره اللي ليهم في الشوط الثاني على محمد عبد السلام دي على الخط من داخل منطقه الجزاء، ولكن مفيش فار. اوكي، نحن نقبل الهدايا، هنعمل ايه؟ الحكم هو اللي حسب لنا دي وما حسبش دي. ولكن لو في فار ارجع اقول لك دي من جوه، دي بينالتي، وكان مع محمد عبد السلام انذار الحمد لله، كمان الحكم ايه؟ ما عطلوش انذار تاني. هو وقع بره، ولكن دي على الخط ودي من بره الخط. فانت بينالتي اتحسبت لك كان ممكن هاندبول، ودي اتحسبت لهم مخالفه وكان ممكن بينالتي. ارجع اقول لك لو في فار كانت دي اتلغت ودي اتحسبت، ولكن لو في فار كان فوستر المهاجم كان اللي الثاني يعني كان اتطرد، لانه ضرب كان اتطرد وكان لعبه نقص عددي. تمام، عشان كده انا فرحان جدا بالهدف الثاني والهدف الثالث، صح، عشان ما يقولش انتصار مسروق او في مجامله من الحكم. ومع ذلك الاداء للمنتخب المصري كان متحول تماما وكان متحسن تماما. ارجع للنقطه اللي سهله، منتخب مصر مميز عندما يهاجم ولا يهاجم، بمعنى ان انت لما بتسجل الاول الفريق الثاني بيفتح خطوطه وبيحاول يهاجمك، فانت بتلعب على
المرتدات بشكل رائع جدا. لعبة فوستر انت تحدث عنها. لا كرت احمر يعني. لو في فار بقى كرت وضرب هو طبعا بعيد عن منطقه الكره تماما. ضرب من الكره لكن ضرب بدون كره واضح تماما من فوستر. فاحنا استفدنا واتظلمنا صح بعدم وجود الفار. خطا هنا وخطا هنا. الحمد لله تاهلنا ونقول لينا واللي علينا. وانا سعيد بقول لك بالهدف الثاني وفي منتهى السعاده بالهدف الثالث عشان ما حدش يقول لك انتصار مسروق او الحكم جاملك. لكن هي مشكله فار. لو في فار دي ما كانتش اتحسبت ودي كانت اتحسبت وكان فوستر طرد من هذه المباراه. تمام. نجم ايضا هذا المنتخب واحد لاعبي خط الوسط المتميزين للغايه اكرم توفيق نجم المنتخب المصري مع زميل عمرو فهمي. عمرو تفضل. اذا معنا الان اكرم توفيق نجم وسط المنتخب المصري وصانع احد الصانعين البرازيل لهذا الانجاز. اكرم مبروك فرحت مصر كلها والناس كلها بتبص تقول هو ده المنتخب المصري اللي بجد. الحمد لله رب العالمين. مبسوط جدا ان انا قدرنا كلنا نسعد الشعب المصري. دي حاجه الواحد كان بيموت نفسه عشانها. نزلنا الشوط الثاني يعني بنموت عشان خاطر الناس اللي جم يتفرجوا علينا والحمد لله رب العالمين. انا بشكر ربنا جدا على ان الواحد ما مشيهمش زعلانين الحمد لله. اكرم حصل ايه بين الشوطين؟ يعني كان المنتخب بادي حذر شويه الشوط الثاني شفنا يعني وش ثاني. ايه اللي حصل؟ لا هو والله كنا بنشوف الفرقه اللي قدامنا بتلعب ازاي بتشتغل ازاي التكتيك بتاعها ازاي. لما قدرنا الحمد لله نحفظ فنزلنا لعبنا على السهرات بتاعتهم والحمد لله رب العالمين. ربنا كلل تعبنا وكسبنا الحمد لله بنتيجه كويسه الحمد لله. دلوقتي الحمد لله الضغط اتشال من عليكم تماما وخلاص رحنا طوكيو. طموحك كيف الفتره الجايه نهائي البطوله دي وطموحك كيف طوكيو برضه؟ لا 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 احنا الحمد لله احنا ضمننا بطاقه ان احنا خلاص اتاهلنا لطوكيو. مش ده مش مع ده مش نهايه المشوار. احنا بنركز في الماتش اللي جاي. لازم البطوله ما تخرجش من ملعبنا. احنا هنا البطل احنا الفرقه البطل. ما ينفعش اي فرقه تيجي تاخد البطوله من هنا وتمشي. وان شاء الله ربنا يكل تعبنا في الماتش اللي جاي باذن الله وناخد البطوله تكون من نصيبنا. سلام للجمهور اللي حضر النهارده. ربنا يخليكم لينا ولدعمكم لينا وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم وان شاء الله هنتعب وهنبذل اقصى مجهود عشان خاطرهم ان شاء الله. شكرا اكرم. شكرا مبروك. اذا كان هذا اكرم توفيق متوسط ميدان المنتخب المصري. فرحه عارمه هنا عشاء هؤلاء اللاعبون في استاد القاهره. عوده اليكم. شكرا لزميل عمرو فهمي. ايضا اكرم توفيق احد نجوم خط الوسط والقلب النابض لخط الوسط المنتخب المصري. سؤال مهم محمد ايضا يعني الوصول الان حقق المنتخب المصري المهم لكن هناك في اهم هو تحقيق البطوله. صح. وصل جماهيرك هذه الجماهير ستحضر ايضا بشكل كبير في مباراه النهائي يوم الجمعه المفروض ان تحقق اللقب. صحيح. وامتصاص هاي الفرحه وهي السعاده العارمه هو دور جهاز الفني في الايام المقبله على صعيد تحضير الذهني للمباراه النهائي. انه في الحقيقه هاي فرصه امام مصر لتتويج البطوله لانه المنتخب الاقوى يلعب على ارضه بجمهوره. كل الظروف الان مواتيه حتى الحاله الذهنيه للاعبين الجماهير الجميع خلف هذا المنتخب. هناك ايمان كبير جدا حدث تحول ما في الموقف العام حول هذا المنتخب وهي مساله مهمه على صعيد الذهني للاعبين. لذلك هذه فرصه يجب استغلالها في هذا التوقيت بتحديد احراز البطوله. يجب الان العمل على دراسه المنتخب الايفواري كل نقاط ضعفه وقوته. وبكل تاكيد اعتقد ان الظروف تخدم الان مصر لتحقيق البطوله وفي القالب ستحقق ذلك ان شاء الله. طيب كابتن هيثم كابتن شوقي مين ما يميز هذا الرجل؟ انه يمتلك مرونه تكتيكيه بشكل جيد. مباراه مالي لم نقدم عرض جيد بصراحه وكان ونال من الانتقادات الكثير من الكلام. ثم في مباراه غانا شوط اول غير مقنع بشكل كبير لكن شوط ثاني فيه تحول رائع في مباراه غانا وفوز بثلاثه مقابل هدفين. في مباراه الكاميرون كان الاداء متميز طوال اللقاء. هذه المباراه شبيهه مباراه غانا تقريبا واداء غير مقنع في الشوط الاول لكن استطاع ان يحول الاداء في الشوط الثاني. يمتلك او كيف له ان يمتلك هذه المرونه التكتيكيه مع لاعبيه؟ لما يكون فرقتك اقل من فرق كثيره وفي نهايه المطاف تتفوق عليهم يبقى لازم تروح للمدرب. بتعرف المدرب ده عنده هو دور مدرب بالظبط. يقدر يوظف لعبته بشكل كويس بيقدر يقرأ المنافس بشكل كويس ويعدل من خططه ويعدل من ظروف المباراة بالتغييرات. عشان كده منتخب مصر عمل شوط تاني مميز شوط تاني رائع. تمام. مش معنى ان الحكم ما حسب لهم لا بينتي أو ان منتخب مصر سرق الانتصار او سرق الفوز والتأهل. لا احنا نستحق الفوز بجداره في الشوط الثاني. لا الاحصائيات واضحه كمان بالظبط. تصديق 7-1 نكرونيات 9-2 كل الارقام كلها لصالح مصر تقريبا عكس الشوط الاول تماما. تماما تماما. ممكن تبدا وحش ولكن تنهي بشكل ممتاز. هذا حدث في مباراه غانا وده اللي عمله كابتن شوقي ومباراه اليوم ودي شخصيه كابتن شوقي غريب. كابتن شوقي غريب لما كان لاعب كان اعلى معدلات لياقه بدنيه بين كل اللاعبين وكان بيفرض نفسه في التشكيل الاساسي رغم انه لا يلعب اهلي ولا زمالك. في غزل المحله كان فيه نجوم كاس كاس افريقيا 86 كان نجم 86 كان نجوم الفريق 84 في لوس انجلوس كان رقم واحد وبعد كده بيتحط عليه النجوم الثانيه. عشان كده هو عنده من فنيات كثير وزي ما قلنا هو صاحب افضل انجاز في تاريخ الكره المصريه الحصول على ثالث في الارجنتين. وعشان تعرف قيمه هذا المدرب اختياره للمساعدين بتوعه
سواء معتمد او شوقي او شيتوس، كلهم الحقيقه عناصر ممتازه وكلهم عندهم كفاءه غير طبيعيه. اختياره للقائد رمضان صبحي مش من فراغ، نعم رمضان هو الاقدم والاكثر خبره ولكن قادر يلم الفريق حواليه. انا فقلت والأظهر لم تكن تهاجم باستمرار، لذلك وجد المنتخب صعوبة في عمل المرتدات، لم يرتد طوال 90 دقيقة تقريبا، وهذا بالحق نجاح تكتيك الجهاز الفني. تواجه المنتخب بهذه السرعة بهذه القدرة على التحول وأن لا يخلق أي مشاكل في المرتدات بكل تأكيد هو نجاح تكتيك الجهاز الفني المصري. بالفعل وكان اختبار صعب المنتخب جنوب أفريقيا بعد أن قدم شوط أول جيد، ولكن بعد أن مني بهدف في الشوط الثاني لم يستطع طبعا استكمال المشوار بنفس السيناريو، ولكن سيلتقي على المركز الثالث مع منتخب غانا. نذكركم مشاهدينا أيضا بمباراة الدور نصف النهائي الأولى التي لعبت اليوم والتي جمعت منتخبي كوت ديفوار ومنتخب غانا، وكانت مباراة مثيرة للغاية وانتهت بالتعادل بهدفين مقابل هدفين. كابتن هيثم، يعني تقييمك لهذه المباراة من خلال هذه المباراة أيضا، كيف ترى مشوار المنتخب المصري في المباراة النهائية أمام كوت ديفوار؟ منتخب صعب بدون شك، منتخب كوت ديفوار منتخب مؤهل بشكل جيد جدا وحيقاتل من أجل الفوز بالبطولة وبالكأس، وخصوصا أن عنده عناصر مميزة عناصر محترفة، لابد التركيز في المباراة دي يكون عالي جدا. تمام، نبدأ المباراة دي عكس ما بدأنا مباراة النهاردة أمام جنوب أفريقيا، لأن أنت مش ضامن في كل الأوقات تقدر تصلح أحوالك، لأن لو كمان جنوب أفريقيا النهاردة كانت سجلت فينا في الشوط الأول كانت المهمة هتصعب، وكان في فرص دفاعية سهلة جدا. على فكرة الكرة دي لعبها بكتفك، لأن لو لعبها بدماغه عمرها ما تيجي كده. ولكن هدف وعودة لغانا في اللحظات الأخيرة ثم فوز بضربات الترجيح، بس نشوة الانتصار والفوز والوصول إلى طوكيو خلاهم يحافظوش على هذا التقدم وأصيبوا بهدف في الدقيقة الثانية أو الثالثة بوقت وضع الضايع، وكان ممكن البطاقة تروح منهم، ولكن وفقوا في ركلات الترجيح. أنا شايف منتخب كوت ديفوار منتخب معد أداء جيد جدا، ومش بالسهل أنت توصل للنهائي في بطولة زي دي فيها منتخبات قوية، ويكفي ان احنا بنقول ان الكاميرون ونيجيريا حاملات اللقب لم تصل الى المباراه النهائيه. طيب، اذا منتخب كوت ديفوار يصل ويتاهل الى الاولمبيات للمره الثانيه في تاريخه بعد طبعا عام 2008 في بكين، ومنتخب غانا مع جنوب افريقيا على المركز الثالث والبطاقه الثالثه للاولمبيات. مباراه ستكون يوم الجمعه بمشيئه الله، غانا التي قدمت مردود طيب سواء مع مصر طبعا او في هذه المباراه. كابتن محمدي، من الاقرب من وجهه نظرك، غانا ام جنوب افريقيا للوصول الى الاولمبيات؟ جنوب افريقيا اعتقد، واتمنى بصراحه لانهم يستحقون، قدموا بطوله محترمه جدا باستثناء الشوط الثاني امام المنتخب المصري، وهذا طبيعي بالاخير تواجه 70-80 ألف متفرج، هذه مسائل غير متعوده على هؤلاء اللاعبين ان يصلوا بعد المستوى العالي، لذلك اعتقد ان جنوب افريقيا اقوى تكتيكيا، اكثر فريق لعب كره قدم جماعيه جدا، ولكن غانا فريق قوي وعنده قدره على التحول وسرعه على العوده للمباراه امام مصر، حقق هذه الريمونتادا وعاد في نهايه المباراه، واليوم امام كوت ديفوار يعني منتخب يمتلك قوه بدنيه وقوه على الاداء طوال 90 دقيقه بنفس المستوى، فرديا اقوى غانا لكن تكتيكيا كجماعه، وفي الغالب الجماعه تنتصر على الفرد في كره القدم. لذلك هل تتوقع غانا هي جنوب افريقيا؟ انا اتوقع مين كابتن؟ جنوب افريقيا. اتوقع غانا. انا اتوقع غانا. اتوقع منين؟ لماذا؟ ليه قرايبي في جنوب افريقيا؟ المهم طبعا يعني يكون التفوق لمنتخب مصر ان شاء الله في المباراه النهائيه. ونذكركم مره اخرى باهداف مباراه منتخب مصر اليوم والشوط الثاني المثالي للمنتخب المصري والذي كان فيه التحول الكامل للاداء عن الشوط الاول، ضربه الجزاء لرمضان صبحي في الدقيقه 58 او 59 يسجل الهدف الاول للمنتخب المصري، والهدف الذي فتح شهيه المنتخب المصري وغير تماما من شكل المباراه لطبعا تحقيق هذا الانجاز للمنتخب المصري والوصول الى الاولمبياد. طبعا ياتي نجم المباراه عبد الرحمن مجدي ويسجل الهدف الثاني من خطأ دفاعي من منتخب جنوب افريقيا في الدقيقة 84، وطبعا هذا النجم نادي الاسماعيلي حقق الطمأنينة تماما للجمهور المصري بالتأهل الى الاولمبياد للمرة 12 في تاريخها، وطبعا انجازات تتحقق للكرة المصرية مع هذا المنتخب وهذا الجيل الذي نتمنى ان يحقق ميدالية في الاولمبياد بمشيئة الله. الهدف الثالث في الدقيقة 88 عن طريق طبعا عبد الرحمن مجدي من تصويبة قوية وخطأ فادح من حارس مرمى منتخب جنوب افريقيا، وتفوق كبير للمنتخب المصري مرة أخرى. مبروك للجمهور المصري هذا التأهل الكبير. نذكركم مشاهدينا بمباراتي تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية يوم الجمعة القادم بمشيئة الله في الخامسة والنصف عصرا بتوقيت مكة المكرمة جنوب أفريقيا غانا، والبطاقة الثالثة لمن ستكون إلى الأولمبياد، مصر كوت ديفوار على البطولة وكأس البطولة في 9 مساء يوم الجمعة بمشيئة الله، والمباراتين على HD10 وحصريا على قنوات بي إن سبورتس.
في الختام مرة أخرى مبروك للجمهور المصري، مبروك للشعب المصري، مبروك للكابتن شوقي غريب وجهازه الفني ولاعبي المنتخب المصري تحت 23 عام، مبروك هذا الإنجاز الكبير والوصول إلى الأولمبياد للمرة 12 في تاريخه. أشكر ضيوفي في الختام، كابتن هاثم فاروق مرة أخرى شكرا جزيلا. شكرا ومبروك للجميع، وما تنساش إن إحنا لما نوصل أولمبياد طوكيو إن شاء الله هيبقى في 3 فوق السن، فوق 23 سنة. وأعتقد إن الفريق محتاج 2 لعيبة في القلب، ممكن يكون محمد صلاح بليميك. لا أنا سهلتها لك، 2 لعيبة اختار 3 مين لعيبه في القلب وبلاي ميكر. مين يعني؟ هيثم فاروق والجمعه ابو تريكه. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.